يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد. أيث مثل الدرس إفادة نهضر السنة بفضل الله وبرحمته ذي الغيبة. الغيبة مرث هذر في وما كين سلم أين ماذا قلنا إسرائي سوري بقارب أسهضر فلس أين نيهار والمقصد نس باش أذا تضر باش تشوف هذا العيوفيس باش أذا تشمثه وقين إذا تسجن إذا الغيبة إذ وجاني فاضل هذر بفضل الله وبرحمته وما نمقل الدين لنا غير مثلا المقصد الأساسي من ذكس إذ يقول الدين لنا باش أذي يرفض إنسيما الصفة العالية الصفة الحبس ذربهم ذي الأخلاق الحسنة ذي الأخلاق وتصرف جام. الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق إنديش قاعد سي ذربهم إند باش أذى ذربهم الأمينهم. إذن ديننا هذا شو غادي يبغى؟ يقول أين اللي يقوين العلاقات ذا الروابط من المحبة تسجمات ذا الرحمة اللي ينهرين سلم باش ذا غير ذي المؤمنين باش ذا غير ذا ثمثل إنما المؤمنون إخوة التنى يتمثل خطر ذا شو تسلو ذات ما ليدي رضو عذي أثع ذي رضالة ذي مجنسيم أم كذ أعطار زمعة تعيش ذو وحذيك أعطار زمعة تشوق ذو وحذيك زمعة تخمض كل شيء وحذيك زمعة تحليض مرة كل شيء جماليه ولم كيرا ذي مجنسيم ماذا تفضل أذا كيف إذن تقويد أتيلي العلاقة يلهان العلاقة للرحمة العلاقة التقمات ذي العلاقة المحبة إذا ذي مجنسيم إذن أخطر مرة وأرد يسل ذين ندير أري لنقري ينسل من أري العلاقة ذقري ينسل من أذر علي سلام ذين ندي يتسل سير سلام وانشتاق ينقيت مثلا ذي الغيبة كام يحذر أغد سيد ربي من خالقه سبحانه وتعالى فلس ويحذر أغد النبيين صلى الله عليه وسلم هذه قال سيد ربي القواليس سبحانه وتعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه يقرب ولا يغتب بعضكم بعضا لام النفي لا النفي معناه ذا قال يحرم أغد بلي أتلي أذي للغيبة قال ينسلم يحرم أغد بلي أتهذر ذا فقم أكين سلم أين الهار أين العي يهذرين الشفة ذي الهند العالي أتنشر باش العين ذي الغشي من جوجل رسم أخدم ذا الشفة وين العي ولكن باش تهذر أين ندري يوهي أغسي ذي ربي ذنسيغ ذي خيقا ذنسيغ ذي أغدار سخن ذنسيغ ذي عسن إفكي يغد لي مهمة باش ذا تنعفذ ولا قرارا نقول غرور صدق حاسم هذا دي قرار شديد حرام والجزارة ولا يغتب بعضكم بعضا وهدرر ما فيه ما كين سلم أين يهارا أهدر أين العي ولكن وهدرر ما فيه أهدرر في اللس أين يهارا يقرد سيدي ربي من خالق سبحانه وتعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه معناه ماذا ضرر أفيه ما كين سلم أقلك شوميس أكشوميس كلك الإيموت خطر نسوي شيء ثم هذا ضغطكم في لسان ندري وإزميرا ذي دفع في مانيس أما كني يموت زك وتصدق شو ميس كلك نيو ذي الجيفة أما نستنك شو الجيفة ما تهدر أفرق ما كنسي سبحان الله دي أصدر دي لغوية بيش كان يتمثل إذا وجينا إذا المرض إذا المرض الاجتماعي من الإنسان وإزميرا الإنسان الذي ويستعرف لنا سوى نشتاقي اليوم يهيك اللي تعيش المجتمع نظ ندف غض روح الحشر هذا يرحم سيد رب الخالق سبحانه وتعالى الجوا معنا ومن وروقم لنا وقول مني على لنا نقول شتام أنتف ديت غمار الله هدر مرة أنتف هدر وغادي هدر فيه الوذا هدر فيه الوذا هدر فيه أنشتقي مرة قول الجزرة ذي حرام ذي فرة ذي حرام فما بالك تهضر زدخل الجماعة تهضر غفيون غفيون النظم الإثم يتسد الإثم في لسانتاس ذن منين اسمه قار أكثر كجنة خطر المسجد وش مك تخدم إذا المسجد يتخدم يتظليت يتخدم الذكر تلاوة القرآن الكريم التسبيح التسبح تصير ربي أثيد الذكر وتسبح صلى الدرس ماذا قال لي إلا ولكن من غير اشتقينا وإلى قارن أدهذر أفين النظر الرسول صلى الله عليه وسلم يفضل هذه الدرس يدخل داخل المسجد يهدر فين في يعني ماشي كان فين النظر وثنا على التجارة سفر الذي هدر إن إسلا ربح الله تجارتك أول تربح تجارين ماشي داخل الجماعة تهدر في التجارة متفضل برا تهدر ولكن داخل المسجد لا ولجوزها وجهك أكمل يتمثل
سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى من حرمي الرسول صلى الله عليه وسلم على الذي قال إلا أتدرون من الغيبة ذشو إذ الغيبة نمس الله ورسوله أعلم إن يذكرك أخاك بما يكره سبحان الله ما قيد كان يعني الناس ذشو الغيبة نمس الله ورسوله أعلم الناس ما أتذكر ذلك ما كان يسلم شوين يوهي شوين يكره أتذكر لو كان ذي سلهورني هذا ذلك نريف قال إن تقد غربورس ولكن في دسقسان الناس يا رسول الله إن كان فيه ما قلت ماذا قلنا إلا ذقس ولكن إده دركا فلس إلا إلا ذقس ولكن إده دركا فلس الناس إن كان فيه ما قلت فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما قلت فقد بهدته الناس ماذا قلنا إلا ذقس ولكن إده دركا فلس الناس قال لك ذي الغيبة الناس ولكن ماذا قلنا مود أين كان إده در فلس ولا شيء ذقس في غرض فلس أين يخذي مرة أين يسعر يا ماذا نغي يبيس إن ذو قيد البهتان البهتان ما تتقرغ في عالم وتسن سارة رغف ربي يقنع فيها كيديو ولذن يقول يا عصيك ذي نغي يبيس تقرغ في لسين يخذ مرة صلى الله عليه وسلم مكدينا يناد من قال في أخيه ما ليس فيه أدخله الله رضغة الخبر قيل وما رضغة الخبر يا رسول الله قال عصارة أهل النار إن هو نادينا نفق مسين أفق ما كنسيم أفق ما سنسيم أين يجري يسا أدهضر في لسين أين يسعر أستعظين يخذ مرة إن كتسكشم سيد ربنا رضغة الخبر ذا شغل رضغة الخبر إن استعصار في الجهنم تصير معاصرا جهنم شنو كاين في الدوار ني غرف ولكن الجهنم البعيد من جرب يجي من خذ ذكرك شنو ما لا تعد في لك غرف داخل الجهنم وهي نبابيش مكفس المره اكو اد يغيد جليل بعد تعاود لها تعدين في الناس ديما كان كني على تشوع تسبابيش البعيد من جرب يجي من مكفوك مره ما يغيد جليل بعد تعصر ديالنا بعد يغيد جليل بعد تعصر تدوينا غير العدد خذيت مثلا اخذ أشتكي يعني سعر الدين يحفظ أي مثلا يحفظ أفنسيم يحفظ أفنسيم دينا في النظام حفظنا لنا في عين واستكنار الكرمان واستكنار العزام إثنفسي في العبد ما أكن دقارن ما كنين حقوق الإنسان ذي الإسلام نكون مدنين أن دلن حقوق الإسلام فرا للإسلام دلن فرا للإسلام دلن حقوق الإنسان أتصفر نكون الدين يتحفظ له في العبد ما يموت يتحفظ ديس أتصديوض الأديان نظم أتصفر ذا حرقة الحرق الله تنشقه السمس حش ما يغرد غبارة ذا النوزان أتصفر لنا ويض نظم اللي بوديس ذي ثمورة اللاشين أتصفر ذاك الجمنت ذاك الجميت ذاك الجمنات نازول أكساقي الوقت قيد الهدركة ذاك العادة نسير قسمي ذا الدنيا وكلا تشكمية الساعة أتشكمية الزحاشة أي ما اسمها يبغور بيه أثنى الزونة ما كنت سجن الإزمار العيد بعد ذلك الزمن ديما شو من ثوين اللي ساقل القذلال اللي ساقل يفرح نم قرن نشتنا كنا يكسمان أثنى قزعنا أثنى كل مرة ولكن ديننا ما شاك يعني يخدم ديننا ديننا إلا ذا الوفان ثم جولوكي مسجد فبس السيد يغفر وقضي أرجاز يقرد إذا جاءكم من طردون دينه وخلقه فزوجوه ما تظلم دين العبد يسحم ما تظلم الأخلاق يسحقه وثكون يعمل لأنه إذا يتظلم خدم دي كلش لانه ودي تصوص من خدم دي كلش لانه ودي يديش فان نشوف نخدم دي كلش ولكن قد زر الاخلاق ايش ماذا الذي يعيد ماذا قال يسوي دا غرومي يشوف ويسيس ماذا قال يتبع تحيات اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وين ينادوا الناس في ذات ولا قرار هذا ترمكني فانتوث يقرد فضفر بذات الدين التربت يدك ماشي دا ما قير هذا الصفة هذا ما قير الصفة الدين ثينا كان يدي يقول الدين يقول لهم الخوف من سيدي ربي هنا ثينا سنتوث العين او تزوج جنسي وراولون اختار تنغذ أري اختار الإنسان أري ليه اللوفان دي ذعبوت قماس ويحرم الإسلام باللي أتجهض أتخذ من لفورت موث البوث مادام ولا أن دونجين الحياة نشتو ذاتينس ولكن ماذا قلنا أن دونجين دينا يبانو غريد ماذا قلنا غاتسمث يبانو غريد مولاش يحفظ غف اللوفان لين يحفظ غف المتوثنية ما في تسعو أدي قال صلى الله عليه وسلم إني كستا دار ذا الجهة ذي فوستا استقام الصلاة ذي الجهة ذي الماض اسمي اسم العالم واسم غري اسم غري اسم غري يمغور اتحضر تعقيد باللي إلى قد استبعد بريد القرآن الكريم استبعد بريد الدين وماذا قال العبد ماذا قال يفقد المجنون يفقد العقل اسمه شيء خارج لا غادي يرفع سيدي ربي فلاس القلب ويتفرف في الناس العامل كلش هذا يسمح ماذا قال يفقد الفقير يفرضت في الليل ويفرضت في لك الزكاة هذا السنفك اصلا السوداء غروم هذا السنفك خطر الفقير قال وماذا قال يقض مقر يقض صلى الله عليه وسلم وماذا قال وين راه قدر العبد يكشف ان ينادس لي في سيدي ربي وين راه قدر باش مين راه يشاف واسم وسخدم خدمة أنا ما كان خدمة أنا كم الديان نظام خطر دين يوم دين كان يقلع دين سيدي ربي إن الدين عند الله الإسلام بقينا مرة البدع أين لنا مرة البدع ولكن الدين
ديننا أذت نشير أذت نكفن أسمخدم أذين ذز ديان أذن غارو مكاني إنسانسيين إثي قولينا كنا وذي روح لكن ذز ديان إينا أنظر في الناس من بعد أذي روح نتس العاملية البقى كودي يجي كل شبه روح العاملية خزر الحافظ مكين تحفظ لكنا تحفظ لكنا في نفس البلادي القدس إلى خزاف كان الإسلام أوكي جو زار الشرع باش تهضر في الناس دي لغيا فيس دي لغيا فيس وكي جو زار الشرع خزاف كان صلى الله عليه وسلم اللي قال المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه إن سيما فوق ماشي سيما دي حرام إذا منيس إذا منيس المال ينس ورتكاد دور تخبش دور تنقض وسر المال ينس ورتسكر ور أمام إفاقة كما هو كيف قال وكيف قال ذن قال الدنيا خطر وتحصل دار سيدي ربي نسى سيدي ربي فقيه وزر ذات مثل عند أروح بشر أشياء لا يضروني ذي أكن إلى دواء عرضه وما تهدر ذي فوق ما كان سيما دي لغية فيست بالعرض ينس في تدران شو ما في تدر ما تكش ذي سميست النور ما تدر ذي سميست النور لا شو يجي كشينة ولكن شيء وين يونا كدي هذا كدي سدر اللي كان ده همس أخطر وين دي عسني عس إذا نسي رب الخالق سبحانه وتعالى نسي يحكمل نسي جزين شوين العين شوين جزين شوين نديري صلى الله عليه وسلم دي قال من حسن إسلام المرء تركوه ما لا يعني من حسن إسلام الصفة دي يفرر مرة ما يسعون سيم أين كخضان خضو ياس وتسقر الفرر وين أروين كخضان سبحان الله كما يتمثل إذن روح نسين الصحابة الكرام الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول غير غرس لكن معجزان سيدة ربي الناس قد شموا الريحة المشوية غير يما هنون الناس الريحة المشوية قد نسير يما هنون الناس رسول الله ما نشد ما صار دشيدا نشا الناس تريد تشام أكشو من يما هنون صلى الله عليه وسلم في الناس يشم الريحة سبحان الله ثقيل معجزة سيدة ربي زدف كار إن في مشبيح صلى الله عليه وسلم يشم الريحة المشوية غير واصل على خطر أمكيد يقال ولا يغطب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه لحم أخيه ميتا يمثش الصدق شميس إذن ذاك شم الجيفة يشم الرسول صلى الله عليه وسلم الريحة المشوية غير واصل في كهضان في المثنسل الحسن رضي الله عنه وأرضاه ند الغيبان في ثلاثة أصناف في إثلا إلا الغيبان مرد هذر في مكان سلم دين غيبي سين إلا ندوس إن ندكش من أخيك ذي الغيبة ذي الغيبة غير هذا فلاش وثم النعذار هذه ساي خطر فلاش هذا هذا أسكر الحسن ذيك ما رنا ذي السكر أبقى يكرف خم ذي العالم مرة ذي السكر ذي حمية حمية ما هذا فلاش إذن ما يلي غير لو وينك إن إذا هذا فلاش وين ذي الغيبة ماذا قلنا ولاش ماذا قلنا أينك إن إذا هذا فلاش وثي خذي مالا وثي سعرة وين البعيد أسقام ذي البهتان وإذا سفنا ذن ذي الإفك مالي الإفك مالي اللي تسلف فلاشين ندريكش تنشط كما رد كانك نتنشر وذهب وماشي يعني ذا دفعات دفعات في الناس ولكن تنشر تسريف في الناس اين ندير وذيك الشاف كما رد تجوز زياد وذيك قناة الاف اذا لا الغيبه الى الاف لا البهتان كاية مثلا الغيبه غير مثلا دي حرام باجماع العلماء دي حرام للجزاء باجماع العلماء خطر وجه من حقوق الانسان دين الاسلام وليش ندير نقول تسعى كل ندير ندير المجتمعات نظام مره أو. ولكن الاسلام تسعى تسعى ديون الحق وفي سعى العبد ندير دولي وسعى الضوء العبد يهضر في الله يديروا غيابي ما يغلق ديني كران كدي قابلك في ديني ولكن دي فيرك والجزيرة يهضر وكشينا تستنفع ما يهضر في الله يعرف ما يهضر في الله كذي لغية بك تستنفع خطر في كيك ذاك والحسنة تنسي في كيك فيه مرة نوب هذي يوضي ونس كيوم القيامة غادي يفدي دوران الحسنة تسين الناصي دي ربيع أشي دي كوك وتخديم غيرها إيني شو يقدا يقدا يهضر في الله كذي لغية بك مرة في كانك ذاك العامل نسي المرة في كانك الله أكبر إذا بإجماع العلماء هذا قرن دي حرام وأهل العلم جماهير أهل العلم تقرن من الكبائر كبائر تم قرانين بعيد عن جرب ينجو المؤمنين خطر شي كان دي كيبيا ما تزرع هذا المضرة تزرع الكروه ديان تزرع التعذوي تزرع شو مسلي من الغيبة مسفران قال ورقاش سمطوث قال شو هو من الغيبة ومسن غني غاشين قال هو من الغيبة وغان نسمي عين على طول العمر وغان الفميلات وهدر تاذقو غاش أنشتغلوك مرة ديهيك إلى قناة عقل قد أنه خارجيس أي خطر المجتمع نغي شوى بلاد شوائلي ولشو كزمانة هذا أدرينا ونادي من الجوامع بداتهم ومن أعلى الأدوائية هذا هو ضغال جماعة انتفض شاكسين أهدر بثومار أهدر بثومار لو كان زرين ده شو ما يسنى روح عندو أنشتغل مجوه من آخر ولا خطر لعمل لسن برا ما يروح ذي برا ذي الذنب ذي الإذن فما بالك أصدقائي اللي مش جد بخامسي لربي الخالق سبحانه وتعالى كان غير مثل يقال ابن عباس رضي الله عنه إن دي حرم سيدي ربي الغيبة ما كان يجي حرم الجيفة
أكشوم الجيفة الميتة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الميتة ذكشوم الجيفة مثل موث الحية ذي خلاص محروم محروم وكشوميس أكنن إيه المحروم في وكشوم الجيفة إيه محروم في الغيبة أصدر في الوقت أفر ما كان شيء مدير ويميس القاضي أبو يعلى رحمه الله ممكن دينا يندي مثل تسيد ربي من الغيبة أما كنن ذكشوم الجيفة ماذا قلت الشخص يند ذو كلي وكذب الذي حرام الغيبة هذي شو كذب الذي حرام يقارد سيد ربي قواليس ويل لكل همزة لمزة صرف كان ويل لكل ما دين ذو الويل معناه ذي العذاب معناه بشوك سرجون فافيس مشي الحاجة طمش توح ذي العذاب مقرن ويل لكل همزة لمزة يقارد الشنقيطة رحمه الله يند الهمز الهمز ما ثبر ذيون سوهي ما سوهي ما كما سوهي أسل تروي هنا ما سوهي دوهي ما حشوك حقارت شوالي سوهي ذا كان سوهي إنك وإن ذي الهمز وما تظهر ذي فغض ذقميه إنك وإن ذي اللمز ونشتقي من رجوع طبر ذي الغيبة وذي حرام وذي جزرة سبحان الله الغيبة ذي حرام ذي السنة مثل النبي صلى الله عليه وسلم أنا حرميت خطر إنسيم إنسيم ذوين يمنع لي غاشيهم ذي البلان قميسة أكل فوسيس المسلم الفين الله رسول صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه وياه إنسيم ذوين يسلم ينسيم ذقميس أكل فوسيس ولكن ماذا قلنا نسيم أنا إنسيم ذقميس أكل فوسيس كذا لا تنسيم تيلان قال صلى الله عليه وسلم المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه إنسيم فهو مس إنسيم ذي حرام إذا منيس وتكثر وتكثر تخبش شطر تنقض وتصدر المال ينس أمام أكني يبغوا يلوم وتصدر أكذ العير ذنس العير ذنس وتسقري ذرغ العير ذنس أما الحرمين سد الحرمين إيش العير ذنس العير ذنس ك والغيبة ما تهدر في اسميس ما تهدر في لازل الغيابيس تكشم غاز دا بخي العرب تكشم مضغر بخي الخميس تكشم مضغر بخي الحرمين خطر طول درتين والجوزاتي لدر أدري ذي الدين خير في أكسي ذي ربيع خطر ذا نشرات نشرت صفة إلهام باش هذا عند المدن أغر غرصت في قد سعيد الأجر الثواب ما رده ذر في الناس ولكن باش هذا سنالي ذا في العيفين باش هذا تشوف غض من بعد باش هذا تنشر ذاك لذا تشمث وإن نورك يقسي قمره إذا فيس لبعيد ذا نزور بين ينجيبهم سبحان الله كان يجب مثل إذن أما كنت سحر من إذا من العذ ذي المال ينس اكت سحر العير ذنس الغيبة إذي حرام أيذ مثل سبحان الله سبحان الله يقال صلى الله عليه وسلم من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه أين كنا نرى مرة كودة الضرر في الناس اطفي ميثيس يقال سعيد بن زيد رضي الله عنه الصحابي الجليل يوندي العشرة بعشرة نيلان مبشرين بالجنة يقال إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن من أرب الربا أرب الربا محسوب أشد من الربا أفضع أكثر وش شو إذا الدوق رينام قرر لي اللي ندير ربا ذا شو إنه استطالة في عرض المسلم بغير حق ما تسرح ذي يرسيك هذا ذرا أفق ما كنش يبدي لغي يفيس ينمسكن وريخ وريد نفور يعصي أكام يقال أبو هريرة رضي الله عنه الذي ندى الرسول صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل المسلم بغير حق أكبر الكبائر ما في الله تهدر أفق ما كنت سيب الفيرس أين ندير ينطو ينسكن أريد نفور ياسر قرد عائشة رضي الله عنها وأرضها أم المؤمنين ده شو يتقر الزوج أنا رسول صلى الله عليه وسلم لنسي الناس يا رسول الله الناس حسبك من صفية إنها قصيرة الناس يا رسول الله صفية الزوج ينس النظم إكسار رسول صلى الله عليه وسلم الناس توحيسك الناس توزلت يا رسول الله ذا شو ماشي نوش فيه صلى الله عليه وسلم الناس يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت الناس أقلك مثل نضيون ووين الناس لو كانت تقرد على ذخي البحر هذه شيوغ يبحر أمس لي يجي واحد سادي شلوغ هذه شيوغ يبحر ما قلت كلي ما قلت كلي يون ووين هذه شيوغ يبحر ما أنا ما قيل كوني على عصر نقول كوني ذا شو نهدر أم كان يغير البحر لو كان نقرأ إن نهدر أذن يقرأ ذخي البحر أذن يغير ذلك أذن يفكي يحوي الذخي وتغمر كاين لند الحي داخل البحر البلاغ اللي نشوفو غادي يبونا ديك ما درش فضل لنا حاشا ما قال لنا نقصد كنا نهضر ندير روحي ندير روحي نسدي كوي نسدي كوي في بعض المساجد في بعض المساجد شون لو بارلور ديس السلسله الما لهدر الجماعات الزخينه افيني ام ادي اسيس ديك كوينشتين ولي خدموا لي يدم اي في داخل المسجد داخل المسجد ولكن سبحان الله الشاب اللي يخدم يوسف الصفه ما زال بيه عايش ان شي سيس ديك ويجي ما سيس ديك ويجي سيس ديك ويجي تم ديفني شي نهار السبب ماشي سيس ديك شمغرجه ما يغير يتظلم الدنيا سنة قدر يغير يتظلم يروح على الشويس يخدم الشويس دينيس يبقى بسني يغير يتظلم ولكن اسمي أخذت يعني أن ند المساجد النظر بعيدة غنجر بيان يجي مبنين أرمني على الرغم سبحان الله إذا
يونس صاحي صاحبي قال اسمع عزي بن مالك الإسلامي رضي الله عنه الجزء كين يخدم أنا خدم الفاحشة خدم الزلام الفاحشة يروح تغرى الرسول صلى الله عليه وسلم إن سال رسول الله بغيت أتقام في الليل حدوق في هذا مثلا سال رسول سد الباقي إن سال الرسول صلى الله عليه وسلم في كيس المهلة في كيس المهلة هذا يندم هذا دي مش هذا يعود تخماميس ولكن يغايد غرورس يغايد غرورس يغايد غرورس الناس قد قمت في الحد أرجمي فالرسول صلى الله عليه وسلم الناس الصحابة الكرام أرجمت أسمان إكس وارجم يموت يزول في الناس ونتقن سين الصحابيان أهدرن دقو غرسي ونهدر سيويض الناس تورن الناس توري يعفدق الناس يصري طربين الناس ميذقر يفضح ديما الناس ثاني سوارجم المقجول يسينا سبحان الله خزاك هذا شيء سينا نفهم وش بيحصل الله عليه وسلم وذا شيء سيخافني وش بيحصل الله عليه وسلم صلي ذا فنفهم وش بيحصل الله عليه وسلم الحين كان كيجي من الجبريد المدو فني وذا الجيفان الزيلة الوقت نيا طق في مش أم العصر قلنا تكبر سنين 16 ولكن دي وقت نيا ذا المشي يلا كده وفند الجيفان الزيلة إنس عند لنا ديل فلان فلان إن أنا سقرا بقي رسول الله إنس تعيش من ذي الجيفان من سير رسول الله سبحان الله ولا يشد الجفان ذي الناس هناك نتهذر ما كنا في جمعة وين في جمعة ولا أقبل الناس قلنا لك الزين أكثر الجفان الناس تشي من الشبك شو ميس تشي من الجوارا وتشي من إكسان الذنب قرآن أكثر من الجفان قبل ذي قلنا شو ميس خذت كان يتمثل عند قلت مسات ماري ليفا بيس بعد أجرنا أجر الحساب ويجي إذن القرآن الكريم يحرم الغيبة السنة الرسول صلى الله عليه وسلم يحرم الغيبة والصحابة الكرام العلماء السلف أنا هدرنا وحبسنا لنا وحبسنا لنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مدينة إن دع عليكم بذكر الله ذكرت سيدي ربي خطر كم مذكر سيدي ربي إما عبادة الرحمن وإما عبادة الشيطان وده ذا الرغة فالرحمن ده ذا الشيطان يودك سنة كثوي أخترك إن يسعى عليكم بذكر الله فإنه دواء وإياكم وذكر الناس فإنه دا غروث ذكر في تسيدي ربنا ذوينا الدواء إليش ولكن غروث تذكر من دي عباد إليش ذوينا إليه ذلك العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه إليش ميس عبد الله بن عباس إنيس أمير إنيس أمير المؤمنين عمر إنيس يحميك قربك غير غور السينيس ولكن غور كان إذا أكو السبب ثلاثة مثال غور كذا أصغر ضد ديكسيت غير غور غور إنيس غور كذا شوف هذي فغناس تقيت سامز واروث إنيس غور كذا ذرنا غفي وند في حضرته غور كذا ذرنا غفي ذرنا الغيبة غفي وند إنيس غور كذا ديكسي يكتب درس مهم جدا لقناة أنا أعطيته عمر بن العاص رضي الله عنهم يدوم الجبري إما يفد يوث الجفا وسردون يتفقوا بوضيس الجفا يشوفوا بوضيس ما دشوا نسينا إنيس والله 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 إنيس اللي يشيون يون دون الواجين سردوني مثلا الجفا حاشا ما ذكي اللي يتشرع بوضيس أخير ولا ما ذكي اللي يتشدك شو من المسيح السيام ذي الغيبة الله أكبر كان يتمثل عدي بن حاتم رضي الله عنه أمكن يقارن الغيبة مرعى اللئام مرعى اللئام خسر كده أماكن لجينك سن الفساق خسر أماكن تقارن كنا بعض العلماء إنك الغيبة المجلس للغيبة لبعيد عن جربين جن مبنين إنك المائدة المائدة مائدة الكلاب خطر جميل ماشي ثورة أدرينا إذا دون سنين ذكي ما أعطي دل إمي ما أعطي دل مائدة الكلاب المجلس ذا شو مكس سن الجيفة يلد ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه معناها ذاك شم الجيفة وكسلك شم الجيفة حشم الشلم حشم القجال حشكم حشقدكم إذا نتقارن العلماء ما دخلون المجلس للغيبة مجلس أهدر أدوي لكم أن دير حويهن أن دير حويهن أن سيس ديكويهن سيس ديكويهن ولا سبحان الله ماشي دي لكم إذا انت عندك مسلم كامل ولكن لديك السلمي فوق اندي يولد قول غروي إنك تجد الميدة قجال مائدة الكلاب أغل جربي لي سيد مدام أغل بعض ربي في الغيبية دي كام كهب الأحبار مكدينا إن الغيبة تحبط العمل الغيبة ثوتي العمل خرب وين هذا خرب مرة خطر شيء من خرب وين هذا هذا مرة دي الغياب دي الغياب إنه بكين شيء هذا هذا لسين الدين عقب اليوم ذا كونترنين إن الحسنة غر كل شيء الروس قال يصرحون غر الحسنة هي كانت سفية ذا فوق سفية غر روس ماذا قلنا فوق سعر الحسنة هذا بلك ذا في الغياب قسم ديكر ولكن إذا فقط مسك سيئة من سات صحته
تزيغة تزيغت سيئة سيئة ما في صلوه. الحسن البصري رضي الله عنه رحمه الله مشدنا إند الغيبة إند الغيبة ما يهدر العبد في مسجد سلمة إند دينا إند الشد شديد دين العبد أخطب وكليك ستير لهلك دخل السلام كا سبحان الله ضرب جنة ضرب جنة كور العبد لهلك اثنتني بعض ربي فلان رجل العبد إند الغيبة تستخطر ستدين أخطب وكليك ستير لهلك دخل السلام أيضا. سفيان الثوري رحمه الله كان دغور وث الغيبة غور وث أتشو قام ذك مثل ذك مثل من سلمة دهدر في فلسن دي الغيبة فلسن إن أسهل شمد الدين الول أبو عاصم النبي رضي الله عنه وأرضاه رحمه الله إن أدي تذكير للعب ذك مثل سلمة ذكوين الديرين إن حش السفيه حش السفيه إن حش السفلة ونسعى الدين لا دين لهم سبحان الله. ده شك الشيء غربة شك الصواب اللي يعمل بشد يهضر الغيبة زار كليت مثلا أشاري بوسين يعني العبد بوعي الغيبة هذا شاد شاتي بوسين بشد يهضر في الغير نظر تمزور ضعف الإيمان العبد ماذا قال يضعف الإيمان ونسى عارك البوين العيام ونسى عارك ضعف الإيمان ويهدر في سيدي ربي ويهدر في الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله وقال الرسول تهدر كان في ثمسة دوني ما كانوا يتشم تسافر ما كانوا يتشم حسابات الإمام الشافعي رحمه الله كدنا إن التنفسي ديك إن ماذا قال وقت الشغير ضرق بين العين إن ذاك الشغل بين ندي ماذا قال وقت الشغير ضرق الطعن سيدي ربي إن ذاك أكد نسافر كي شغل ندي أكد كي شغل ندي المعصية إذا ضعف الإيمان ذيك تسوي باش يهدر العبد الغيبة ما تفضل الجلساء السوء جلساء السوء إن دكان للغيبة لا الوذات إن دكان للغيبة أي هذا دي في العبادة يخدرنا في الدين نغ الحلقة ندين ويتغيب على الرسم أدو حد دين 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 كلهم دكان ننس باش أدى يروح عني في الانسة ناضي شيء خمكا ناسيس دي كوايا باش يعني أدى يهدر فاثنة نسي عبادة دي رغية من سن رغية من سن كامل وقيم البعيد عن جربي جي ممنين ألستن البعيد ألستن أكسوم أكسوم الجيفة سبحان الله وقيم قرن يمدي قرص دي ربي وكنا نخوض مع الخائضين أبكاسي الناس حابين الجهنة ما نكشف مسيرة رب الجهنمة لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين كن خزاك وكنا نخوض مع الخائضين أذي هدر أذي هدر فين اثني خضان أهدر أكش من الكلوف الكلوف الغير نظر سبحان الله أنشتقي مرة البعيدة غنج ربين وذي عيسر أمين أكنك هدر الغيبة أمين أكنك سمحسيسن كيف أكني أكني سنت غنجوي نسعى نس إسان يوم نسعى غنجا ثاني سوى ذا نس أكنش يشور كن البعيد البلا أكن أنا وين دلوب الإثم النقطة اللي ثاند الحسد البعيد غنجوبين هذه بعض ربي في لغر الحسد الحسد جين دوقين دوقين دي تسوينه كوي من دير لي دوني من دير الحسد لا الغيبة الرون آدم قابل ذهابي للحسدين صور الله رميم سمغن الجوجل اسم إبليس عليه لعنة الله ذا يحسد آدم رميم الجوجل خالد مخلد في النار سيقين يبدأ الحسد إذن الإنسان مريلين البعيد غير جوربين يحسد يعرض النظام وفي الحقيقة قولي لقالف يحسد كل نعمة كل لعنة مرة إمارة الدين عم سيدي ربي سبحانه وتعالى محسود كل ذو نعمة محشود كربوين تصعب مرة كذ النعمة كاملة لنوي ذلك يحسد في الناس ولكن وحسد يعبد الإنسيم يعبد ما دي حسد ربي دي رسخي في كيزة الصحة في كيزة الدرية في كيزة المال إن سيدي ربي بارك ذلك يجد وين يجد في كذاك تدعوض غير سيدي ربي دي فكي إنس فكي دا مكان يجد في كذاك الخزين الشورت أي دي فكور سوى ذلك يسيس فكوار وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر المعلوم إن يكون حسد ربي دكين فكو ولكن وجه أسرد ما شاء الله لا قوة إلا بالله ناصد ربي شدو مسيقة ولا أذفك ضيدة مكان إجد في كذاك ولكن الإنسان الحسود ويرنو الغيبة لبعيد يفكنا كامرة سيل عابدس الحسد إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب إس الحسنة ذا مكنا إس أصغار فما بالك ما ديرنو ما ديرنو الغيبة غير نحسن نانكس لكن ده شو مسيق قبل لبعيد عن جربي جرم من الإبابيس الله أكبر كان يتمثل الحب الدنيا كان تسمي جوار وليزين غير الدنيا قبل الفضيل بن عياض رضي الله عنه إن تحرق وين يحمل هذا الديوفرات يحمل مثلا يحمل المسؤولية يحمل إلى قائد وثمرة أمكان يشم مثل غيرس باش هذا يقول كان لنسكن الديوفرات باش هذا يتفن كان باش هذا يتفن كان ونشتقي ويجوز على هذه الحرامية ترى أمكي السيد رب الخالق سبحانه وتعالى العبد كتب إكسان البعيد ثم ستة ثقين أثي عاقب الدنيا أثي عاقب ذي يخاف ثم زور ذي الدنيا أثي فضح سيدي ربي ذي الدنيا أخطر اتبع العيوب الغشيم
اللي تشتشر في العيوب مدن باش تدي في الجن بعد هذا التنشر بعد هذا التنشر وين كان نوايا هذو الحادي نادي في العيبيش من بعد اتدي الشوفه من بعد ادي يهضر في الناس اكن هذا يفضح ولكن موكف فضيحة ربي يونس ماذا كيفضح اكن العز جام وكعز ربي يونس ماذا كيعز ولكن الذل ماذا قالوا كيدو لا ربي يونس ماذا كيدو شوفي ولي كرب وينك اي العبد المؤمن يقل هاند الدينيس يقل هاند العمل الصالح يقل هاند وغروم خامينس يقل هاند تحلال أي دنيا تقولك ماذا قلت هذا الظرف لك أين ندير حشين العي مرة أكو أرق دياس الكامل على خطر ذي الحسنة تنسي المرة اللي قد تساكن كامل دي دوران الحسنة تظفر أزكى الزات سيدة ربيع ودي الدنيا تقول سبا ذلك ما يفكيك النور غار وذميك يونيز ميرا ذاك يشمث يونكي يونيز ميرا ذاك يطيامون سبا ذلك صوري خطر السيدة ربيع ننسي تساكن النور والميث يفكام يونيز ميرا ذا ستيكس والميث يكس يونيز ميرا ذا ستيف أكاكي إذن حضرت كان دي قال صلى الله عليه وسلم دي قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم ومن تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه في قعر بيته إذن أي جذ يمن نسير سو نسن ويكشمر الإيمان غير دخل قوية ونسن روه الدر ثلا نفث مثل ونسي من واتبع ثلا العيوب نسن باش ذا نفتشم وكرب وين يتبع العيوب نغمس ينسيم سيدي ربي غادي يتبع العيوب أذي يفتش وذا يفضح ذخي بخامس ذي الكانون بخامس كدقى الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله التغيث مثلا خطر وينك نين اكتبع العيوب مدن باش ادي فتش في العيوب وث مثل نسي عيبات باش يعني اذا ثني فضح خزارت كان اثي شدر غرسي بربيغة في العيوب اثي شدر غرسي بربيغة في العيوب العيوب بيش وني شوية راك اتصفضها هاته ذوك قروي حاشا ماذا قلت ذي ظهر ننسان العيوب ولكن وزمير هذا ثني ظهر خطر يدر غرغ في العيوب يتسن هيكان العيوب مدن لظن ونسان عادي عيش العيوب مرة اكنا غري عيش العيوب حاشا ماذا قلت الله أكبر إذن كرب قلناك نعم يقمش لنسى في العيوب مدن اكسرن سيدة ربي الصريح ومن سطر مسلما سطره الله في الدنيا والآخرة وناس صرين سيم ومن سطر مسلما سطره الله في الدنيا والآخرة في السر سيدة ربي الدنيا في آخر الذي قال أنس بن مالك رضي الله عنه يندو في غدي عباد المدينة المنورة يندو في غدي وسعينا للعيوب يندو ولكن ألا تفتشنا في العيوب في مدلة الذي تسفقنا يندو موثنا لنا رميدي رميدي رمي في جنسي دار بالعيوب نسل وموثنا للعيوب أكاكينا يندو في غدي العباد يسعان تسح العيوب إنه ولكن طفني موسم وهدرنا في العيوب مدن إنه سيد ربي سبحانه وتعالى إنه إيه الصرف ندي العيوب نسن أموث ندي جدقانا خطر ماذا قلنا كشيني تصرف العيبان وتسنى دي ذرا كتو قاري المعنى نسيك شيون نسيك فوق كتو قاري المعنى وكثالة لا تنسى من حسن إسلام المرء يطرقوه ما لا يعني أذولي تولي كتشقمش ظني أتصرف سيد ربي وتسوي ذلك سوف يولي أي أول سعر العيوب يدوني سعر كل عيوب ولاش العيوب تدوني دون سعر العيوب ولكن ماذا قلنا ذلك الشيء تصرف هذا كي الصرصيد ربي ولغة في الملائكة لك الدنيا كان الكرام الحفظ البررة يكتبن العمل لك سيد ربي وذني السعية ما لسل عيب لك غصم ذلك الزران تألتشون كل عيبة الدنيا أذير كل خلقة الخلقين سمرا ألتشون العيب لك وكتب الوحل للدنيا إلا واتي دي مكتين خطر وقس القدر ينسى الواسعة أي يصريك يصريك وني الصرصيد ربي يونس بلغة هذا في فلح إذن قمشا لك في العيوب مدن سيد ربي أكمل أهدي أكي رخ زونيك الذخي أتسد العيوب لي وثن تصيحة أكي عون سيد ربي أتصيحة العيوب لي كان يد مثلا أنا عقيب اليوم إلى عذاب القبر هذا خذ ذكر سبحان الله وجيم ما تدي مكثي ولا ما تزر ما تدي جارس دقي الخطر إيش أنت الجاهل الرسول صلى الله عليه وسلم يقبع في الشفا من القبر يشو إن دما رأيت موضعا أفضع من هذا الموضع إن دول غرام كان يشخي أنا مجين إنك يا إخواني قرص يا إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا أي ثمثنيو يوسّم يوسّمك من الجنازة نيش مقيّر الخوس كنيا يوسّجين يوس أما السجين إمرثه قيم من أول فما بالك الإنسان أري يويني البرامة يوين الذخيني عند درس فقط مسدس يعدد صلى الله عليه وسلم أنا في سن إسقان ذخين المقبرة إنس سنين إنس سن إسقان في إسقان إنس اللي تشاهد سلم أفشي في تشاهد سلم رسول الله إنس يون وتصرار من إنس لقضاء الحاجة للبولة لكي ما أقوى الحاجة ينس ويتصرى رمينيس ينس هو يظن نظن ألي الحوان ألي الحس النمي ما قرب الدم أي تسوي أذك وغلو الغيب الغيبة أكد النمي من دهل النمي ما ثلا الغيبة كان أذي تسوي ألي الزرع الفثاني يرمي الدم ينس يلقى ألا تسوي
أحد السلف علماء السلف يتدا كده من كل شيء مقال كش مكان دخل المقبرة يفيون السكون السيلونس ولش ويزود تعديرا إنس ور كذا كغور السكون يعني إنس يسال إنس لا لقى ذي صد صن فرح لا لقى ذا ليتون ليتشاتي كان يتبذل إذا الإنسان يلقى دائما وأبدا أدي خمم غفية وذي يخاف يقولي في العذاب العذاب الجهنم القناع قيكة ولشكرا أي خطر الحسنة من باب يسمونه هذا كيفك يقعد المفلس المفلس اللي في كل حسنة ذي شو ونعم يقدر يقعد المفلس يقال صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه إلى ذي لما عور الإجابي اسمه يقول واحد الإسراء والمعراج يند عدغ فيه للقوم يند يفكيس سيد ربي يفكيس سيد ربي كرا وشرا ذي النحاس يند لخب الشن قذ ما ونسن أكد يذ مال نسن حاشا ما ذيغس أكنا نقين دي ذمن إيناس يا أخي جبريل أنا هو بيجيني إيناس ويجيه ذوي ذاك السن يكسمان قذ مثل نسن لا دارو في اللسن دي الغياب نسو ويقاديك وإذا ألا يطيح نسل عارض بوث مثل نسل يقاديك هفضرن الغيبة أخذر كان سوشر النحاس أذي السوق أذي خبش المكسوريس حاشا ماذا قلت أذي غصة أذي أنا ذي قذمارينس يانا مكفو كونش تلد يغاية جديدة ذي عيون توجد العذاب الجهنة ما كان أكا أكا ليلها مكفو إكفو كوك فيبيس كامل ماذا ذي يغاية جديدة أنا أذي عيون دعنا العذاب من جديد غنجر بهم إنجي ربي ولكن الإنسان وإذا قرأ هذا جعل استفق تمثال دي ستسيب أكاية مثلا ولكن الإنسان وخاصة دي العصر ما يلا ماذا قلت تفضيسي أين أكدك من الحسنات مشي دي نقب بياقل خطأ العبادة تقاضي قلون ستقري لسولا له الدرى في الغير ولكن الإنسان جاء يربي دي مؤمنين أيضا مثلا هذا الطفل عبد القرسيس كرم عليه الدرى في لك مرة أكد سكن دي الحسنات أكد سكن دي الأعمال الإنسان لات الحالات الشرع يزمرك يجوزش باش يهضر أدر ذا الغير أيضا مريني مثلا دي الإنسان دي المظلوم يسوى ضيب أدر روح العبد دي اشتيا إما غا الحاكم وإما غا القاضي وإما المجتمع المدني مروي ذاك يكفرون تمسي يحكوها سيدة صديمة سيدة ربي جوزة سنشتقين نسدي قرن قويس لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليم وكان جوزة سيدة ربي الخلق سبحانه وتعالى إنسان ماذا قلنا استفتاء صحيح العالم ماذا قد يفتوه طروين تسلس فلين تسلس فلاس نغذيهن كذا وكان جوزة هذا فلاس ماذا قلنا صديم فضل استعانة باش تسحن باش أصغير ظلم نقوان أنشتقين الجوزيت ذلنا أذا دهذرت أي خطر النيينك باش تصغير ظلم الكور الجوزك باش أذهذرت أذا در ذكرة من أجل النصيحة النصيحة في الله الدين النصيحة أنشتقين الجوزك ذلنا والمجاهر بفسخه زمارة في الذكر خطر أهل البدع قذلوا من الله السنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبغانا تستعن الدين أين نهارة كرب وينم ألا نظر مرة أك وذي عاية ثلاث دخل الإسلام أنا أقل باللي الإسلام بريء كل البراءة إذا شو يتزيد دائما الجوع خطر الإنسان الجاهل إذا شاء لي 5 سنين الإسلام ما خذ كان ينسي من لا ماشي دي الإسلام يخذ منك ينسي من داكور زمان ضد ولكن الإسلام بريء كل البراءة الإسلام هذا نهدر الغيبة وكيجو وزارة باش نهدر هذا فيكم ما كاينش شي مذفير الطيحة في الناس فما بالك توضا تشوف واش كان توضا شوي النظام إذا الإسلام بريء كل البراءة ذي الفعايل نديرها مرة ولكن المجاهر سلفيس قنس وين يجوز الشرع يجوز الشرع السنة غروة ذات تبعام غروة ذات استغماوال وهنا يخضان وفريد سيد ربي وخضان وفريد ننفي صلى الله عليه وسلم الكفارة دي الغيبة غيث مثل سيد ربي وشبيح سبحانه وتعالى يفكي باب التوبة مفتوح مدام الروح دي كي قلنا دائما وغيدر سيد ربي وتسوي ذلك سوف لو كيف وذلك رسول صلى الله عليه وسلم يقال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر سيد ربي دي قبل التوبة ليش ما دمو دي قذرة سأقول أذي روح أروح لي الكفارة أمكاد كفر دي الغيبة يعني ما دهذر أنا ودي نغيارة دي قوان شتاقيا أنا ودي إكزمان دي زعم دينا ودهذر غير في الغير في الغير ولاش وإكزمان نغليد مراك ذي الغلطة ثانية وسيد ربي دي قفل دي قار وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون المؤمنين جميعا ثوب ثغر سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى أتشو خرض فانشتنيا الإقلاع وخر في الغيبة نيا وتعوى ذا دهذر غفيقي وخر سينا في مكاني أتشو ندمض ندم من قرحان قطر تصير بقرد دي الحسنة فيني ما تصليتي كما الزكاة كما الصوم كما الصدقة كما كروين الخمر فعل العالي مرة أعمالي لها ضغرت أغرقت اليرسيني إذن أتشن دمض أندم من قرآن وصلى الله عليه وسلم دخل الندم توبة ونين الندم بالذات
ذي التوبة وتعال هذا السيدة دوم تشغيدارة غامرس وتشغيدارة استند أو ذاك السيدة برا هذا دهضرة دهضرة في الغير نظر ولكن الحق نقوم أكنين في دهضرة ذاك نيم يتيس في الليك أرطر أنا دستنة ما ذي ما ذا استرد ما ذي كان ذا استرد ما ذي ذري من استرد ما ذا عميت ذي كان استرد ما ذي قلت نظر شيق في حكا قفية ثلاث شحضة برصة سنة سمحية أول نقدر ناك نظري ولكن الغيبة أم كاستنة دهضرة في الليك ذفير بلك هذا استنة ذا مسلينة أين كان يدقر لكن فلاس ماشي لينك قبلها أم كنت سمي حارب ولكن العلماء ينيك الدين دين يسر ماشي الدين العسر اسقر ماشي تهضر داك اللي اذا هضرت فلاش ولكن ستوفر سيدي ربي كشيني في مالك ستوفر لا سي انت يا ابني انا سيدي ربي عفو يا سيدي سيدي ربي عفو يا سيدي نوبيس انا سيدي ربي عفو يا سيدي الغلط الغلط هذيك خدم اسد العود سي خير واثي تذكر اذكر بابيس عندك اللي تهضر فلاسين نديري هادشي غير انا ما ندير مجلس انا تهضر فلاسين العين إلا قفي تذكر بين العالم إلا كنت تهضر في الناس ديريت مرة أكوا إلا قد تذكر في الناس أين العالم أتقيف التوريخ أتقيف ضاد بسيان أتهضر في الناس أين إلهان تلقف دير بين ندير باش أذي غوم وأذي روح بين كن ندير وبعد سيد ربي كل شر أمر أروس كاينة سيد ربي خدمني شوية كاينة إذن أنا عقي بلي ديننا دين الرحمة دين التجمات دين المعاونة والدين الدين الحرمة الدين من حقوق الإنسان خزر كريه مثلا يمنح يعب أدي يهضر أفق ماشي نسيم ذفير أين ليه أين العي يهضرين سعد الأجر للحسنات ولكن أين نديري إلى قادة الصرم أتروح ذات الله سحض واحد ما تقول لك تزرر تروح ذات غورس قضايا أسحب على النصيحة قدام الناس فضيحة هذا راس واحد تروح ذات السنة يقيت خدم لك يا عيد ترى أهل دينات مش فاهم ماشي المشكل الخطر كتشوف روحنا الوسط السفره مكنيه هذه يعقب لي الذاب البضنه ذيك ماشي شي انما المؤمنون اخو تنصحوا الدين النصيحه ولكن باش تهضر في الناس ديالو غير فيس باش تنشر ثورة الصفه ندير ذيك تصعد تنشر نغ ادقر في الناس انه يخدم انا عقب لي العذاب القراني كي تسرجون ذلك كغيث مثلا ارجع يا ربي من المؤمنين لحق الايمان اذا قد ربي الجنس والنغيث مثلا ارجع يا ربي من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب اللهم ان الحق حقا وارزقنا اتباعه وان الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله استغفرك واتوب اليك واصلي واسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.